خلني قلت لك منذ البداية، أقول لك ودين الإرهاب مليون مرة. لا الآن قلت لك، أليس لك؟ ما قالش الإرهاب. طيب هذا هو قال الآن. قلت هذا الكلام. الحاجة الثانية، لا ذاكرتي طويلة جدا. لا أنت بحكم سن. الحاجة الثانية، لما تقول سيادتك شيء مادي ملموس، وش الشيء المادي الملموس أكثر من اعترافات زوابري؟ أيوة. واعترافات هذه هذا الجماعات. هذا الذي أريد. أي أخ أي شيء أكثر من الاعترافات المسجلة وأمام الأمس بالأمس وأول أمس في صحافة إنجليزية، في صحافة الأمريكية، ذهبوا إلى عيد المكان وشاهدوا بأم أعينهم هذا المنطقة اللي راهي موجودة الآن في بني طلحة وسيدي موسى. والأكثر الاعتراف، هل سيد الصديق اللي أمامنا هو أكثر مؤهل أكثر من زوابري؟ إذا كان زوابري يعترف بالقتل، زوابري إذا كان زوابري يعطي بيان. سمعته المخابرات يا رجل. أنت تلغي كل شيء. أنت تقول وأنت تحرق كل شيء. أنا أقول لك زوابري ببساطة عندما يقوم بذبح. ما هو دليلك يعني؟ أنا قدمت لك الدلائل، قلت لك أن كل ما الحكومة ما لا تستطيع. هذه استنتاجات وليس دلائل. صحيح، ما استنتاجات هذه. محمد عربي زيتوت استنتاجات. أقول لك لا يمكن أن تقول لي هذه دلائل. 20 بيان صادر من جماعات مختلفة. لا ما كان ولا واحد من مختلف. كلها تقول نفس الشيء. ماذا تقول؟ إن هذه الفئة الضالة مهدت لها مخابرات الطاغوت. هذا كلامهم. جماعات انفصلت عن الجهة. نعم. هنا. عن جماعات الإسلامية المسلمة. نعم. إفقاد الجهاد قدوسية وشرائط وتشويه سمعة المجاهدين. طيب. واستعداء وتنفير المتعاطفين معه. طيب. ثم ماذا تقول؟ طيب. إن والحركة اليوم يقين بأن قيادة الجماعة المسلحة مخترقة من طرف المخابرات. هؤلاء كانوا جماعات داخلية أصدروا بيانات. 20 بيان. هو من حسن الحظ كتبته بوكردوس. كتبته الجرائد وأثرت بوكردوس. من حسن حظي اللي أنا ما كنتش في بلاصة سيزوتهم واللي يقولي حتى أنا صنعت المخابرات باش نكون في المعارضة. من حسن الحظ. من حسن الحظ. شوف أنت تعرف يعني أنت صنعك بالراتب لأنك تخاف عن راتبك. طيب لا نريد أن ندخل في أمور شخصية. محمد عربي زيتوت، لا نريد أن ندخل في أمور شخصية. لو نشرك أحمد الزاوي عضو مجلس الشورى للجبهة الإسلامية للإنقاذ في بلجيكا. سيد زاوي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. اولا اقول ينبغي ان نتعامل مع القضية الجزائرية بمآزقها من موقع المسؤولية التاريخية. نعم. وليس من موقع الحرص الضيق، لان المستقبل الجزائري في خطر، وصياغة هذا المستقبل كذلك في خطر، وما يقع الان في الجزائر هو مأساة تضاف الى مآسينا جميعا، ينبغي الاعتراف بهذا. طيب. أقول أن الأستاذ بوكردوس دعا إلى تعميق الحوار، وأنا أحاول أن أرفع من مستوى الحوار لأقول أن الأستاذ بوكردوس قد قفز على الحقائق عندما قال أن الأمر في الجزائر يتعلق بمجموعات إرهابية، فهذا اختزال للمشكلة وتشييء لها بعبارات سمجة قد تزيدها تعقيدا، لأن القضية في الجزائر والمشكلة هي مشكلة سياسية وليست مشكلة أمنية. المشكلة تتجاوز الراهن إلى التاريخي. المشكلة تتعلق ببنية الدولة وتكوينها، بتاريخية الدولة. فالدولة الجزائرية منذ 62 هي قائمة على آلية عنف. أنا أسأل الأستاذ بوكردوس في 5 أكتوبر 1988 عندما حصد الجيش الجزائري أكثر من 500 بريء، هل كانت هناك جماعات مسلحة أم كانت هناك جبهة الإنقاذ؟ لم يكن كل هذا. ولذلك نحن نقول ونتساءل عن السهولة التي ينفذ بها هؤلاء المجرمون عملياتهم. ولذلك نقول أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت وما فتئت تدعو إلى لجنة دولية للتحقيق في مثل هذه المجازر. لماذا النظام يرفض هذه اللجنة؟ طيب شكرا لك هذا السؤال. هناك اسمح لي دقيقة، قضية مهمة جدا. طيب. عندما تعلق الأمر بوزير يقتل أو ابن حمودة، يأتي النظام بأناس في التلفزيون بعد أسبوع أو أسبوعين ويقول هؤلاء قتلت ابن حمودة. المجازر منذ سنة تضرب البوادي وتصل إلى المدن ولا يقدم أحد للمحاكمة. نحن نتساءل لماذا. طيب وهذا سؤال وجهه لبوكردوس. بوكردوس سمعت هذا الكلام، هو جزء من المؤامرة. طيب. وهو الذي انقلب على الشرع والشرعية. طيب سيد زاوي شكرا جزيلا، كيف ترد على هذا الكلام؟ وأنا أريد يعني في كل البلدان، في يعني لتبسيط للموضوع، في كل البلدان التي كان فيها صراع بين الإسلاميين المتطرفين والدولة، وجدنا أن الكثير من هؤلاء المتطرفين وقعوا في أيدي قوات الأمن، وقد شاهدنا المئات منهم على شاشات التلفزيون.
وهذا يعني امر روتيني. لماذا لم نشاهد ذلك في الجزائر؟ بالعكس احنا قدم في التلفزيون الجزائري واحد او اثنين وليس جماعات. لا قدم جماعات، اسمح لي، ما اذا انتم ما كنتوا تشاهدوا التلفزيون الجزائري. طيب. قدموا جماعات وتكلموا جماعات وجماعات عديده القي عليهم القبض وادلوا بتصريحات، ولكن للاسف واحد اخر يقول لك هذا ايضا انفبرك من طرف النظام، لان كل شيء الان انفبرك. ثانيا التصحيح للاخ اللي كان يتكلم الان في الهاتف، اعتقد وهذا حقيقه وتحدى اي واحد ان يثبت انه في احداث اكتوبر في 500 قتيل. هذه يعني ما قريتها في حتى جريده انا، لا مش جريده، هذا حقيقه، هذه حقيقه. طيب. ما يلزمنا نسوس. خلي الحقيقه رد لك عليها. انا قلت اتحدى اي واحد. انا عندك هذا الرقم. انا ارد لك التحدي. تعرف ماذا وقع في اكتوبر ايضا؟ شوف، انا ارد لك التحدي واقول لك وللاسف كنت اؤدي الخدمه العسكريه في تلك الفتره، يعني من المخابرات، فكنت سبقت اتصل به، يعرفون هذا، لست ادري ان قالوا لك هذا ام لا. وكنت في ثكنه لا غارنيزون دالجي، يعني كنت في الثكنه الكبرى التي منها انطلق وجاء الكوموندوس. في احداث اكتوبر قتل 640 شخص وجرح 1480 شخص، والمستشفيات الجزائريه تعرف ذلك، لكن النظام كعادته اعترف فقط. طيب. فقط. طيب. 170 شخص. طيب. طيب. ولكن قتل 170 شخص. طيب طيب محمد عربي سيتون. طيب برك نكون في المعارضه تتحدوا على رقم معين. شوف. طيب. لا انا اقول لك. طيب. لا انا لان مش في المعارضه. لا. انت تخلط الامور. انا لست معارضا. ماذا تمثل حربيا؟ انا امثل صرخه. انا كنت في الدوله الجزائريه امثل صرخه ضد ما يحدث. انا لست معارضا محترفا ولست سياسيا محترفا. انا اريد ان اقول فقط للناس هذا ما يحدث. على العالم ان يعرف ان ما يحدث ليس هو كما يشوه بالصوره. طيب. المقدمه. طيب. واحد بلحية ياتي يذبح النساء، او واحد عسكري والله كويس والاخرين يقتلون. لا، ما يحدث نتج عن انقلاب 11 جونفي، وهذه مهمه جدا. في 11 جونفي في 26 ديسمبر وقعت انتخابات حره. الشعب اختار ثلاث قوى رئيسيه، اختار الاسلاميين المعتدلين، واختار جبهه التحرير، الحركه الوطنيه والتيار الوطني، واختار حزب القوى الاشتراكيه، عفوا، لان هذه مهمه جدا. طيب. اختار ثلاث قوى، العائله الاسلاميه، العائله الوطنيه، والعائله العلمانيه. نعم. قالوا لا، ان الشعب هذا قاصر. نفس الفكره الاستعماريه فيما قبل الذي جاء بها. طيب. الاستعمار، ماذا عمدوا؟ عمدوا الى انقلاب. طيب. كيف حدث؟ قالوا رئيس. طيب. رئيس دولة، الشهد لرئيس طيب دولة. طيب محمد عربي زيتون، أريد أن أوجه هذا الكلام لمحفوظ، للشيخ محفوظ. أريد أن طيب. نسأل الشيخ محفوظ. طيب. استقالة شيرلي بن جديد اعترفت نفس الولايات المتحدة الأمريكية في بيان تصريح رسمي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ومن طرف رئيسها آنذاك بوش، إنه ما وقع في الجزائر هو شرعي ودستوري واستقالة أمام العالم. اسمعني. إذا كان أنت الآن كيف تقول ذلك؟ أنا أقول لك الآن أترك الشاهد لي. الشاهدين موجود فيه يا جماعة. فقط أسألوه. إذا كان أنت الآن كل ما يحفل في الجزائر. لا، كل ما يحفل في الجزائر ما يساعدك. هذا موضوع أنا أساعدنيش. أنا أقول لك ولا تحب تعمله. ولا تحب تعمله كل شيء يجي. محمد عربي زيتون، أنا أريد بعض الكلام من الشيخ نحنا. الشيخ نحنا سمعت هذا الكلام. سيدي تفضل. الحقيقة أن مشكلة الجزائريين الآن بدأت تعرض على الشاشة بتراشق وتبادل التهم من هذا إلى هذا، والشعب هو الذي يتلقى الضربات يوميا. الموجود حاليا في لندن أو الموجود حاليا في قطر باعي مشاركة في العمليات الانتخابية برهنت أنها هي المدرسة الحقيقية التي يمكن أن يحصل من خلالها التنمية والاستقرار، مع عدم وجود أي إقصاء، عدم وجود أي تهميش لأي فعالية وطنية إسلامية، حتى وإن كانت علمانية وطنية لابد أن تكون مشاركة. الآن أتمنى أن لا تكون هذه الحصة الصورة التي بها ينجح الجزائريون هي إعطاء الكلمة للشعب، بعيد عن فكرة الاستئصال، بعيد عن الدكتاتورية، بعيد عن استعمال محاولات قمع الجزائريين وإظهار إرادتهم، لكي ندخل في دائرة محددة وهي دائرة الانفتاح على أنفسنا وعلى ذاتنا والانفتاح على العالم. مجموعة إرهابية مسلحة تقوم بأعمال بتاع بندية، تقوم بأعمال بتاع بندية، تقوم بأعمال بتاع مجرمين. هؤلاء الناس لا يستحقون إلى الواقع كما لا يستحقون. انظروا إلى الواقع كما بس يكون التدويل للقضية، لأنه نرفض. نحن نرفض أيضا التدويل. من خال التدويل؟ أنتم صورتم التدويل. دعني أرد عليه، لأنه هم صوروا التدويل. ماذا صور التدويل؟ كيف صوروا التدويل؟ صوروا التدويل أنه رجل أمريكي مارينز أو فرنسي يلبس لباس عسكري ويدخل للجزائر. من قال هذا؟ من قال هذا؟ لا، التدويل اولا اقول لك التدويل بدا به النظام، وانا اقدم لك خمسه دلائل. الا تعتقد ان التدويل بدا مع العلاقه